السلام عليكم، اهلا وسهلا بالجميع، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. هذا الكولي من عند خونا عمار، كما راكم تشوفوا خونا عمار تاع كندا، ربي يحفظه ويبارك فيه. هنا الجيجل ايضا، هذا الكولي بعثوا لي خونا عن طريق يلدن، نقل البضائع السريع كما راكم تشوفوا. كثر خيره، هذا وراه وصلني، اعطيه الصحه وبارك الله فيه. يعني هذه هي صح الناس اللي تعاون في القناه، سواء معنويا ماديا، ايضا الناس صح تحب القناه من قلبهم، يعني ما يهمهمش شحال المشتركين ولا المشاهدين ولا ناس تحب القناه وحبتها تكبر، او على الاقل يجوا ينحوا فيها، يعني يقصروا فيها، يضحكوا فيها، ينحوا الخيقه تاع الخدمه فيهم، يعني عائله صح، ماشي قناه من اجل الربح ولا اجل حاجه واحده اخرى ولا الفتنه ولا. هذه هي القناه نتاعنا كما راكم تشوفوا يا خاوتي، ودوك راح نشوفوا مع بعضنا وجاب الناسي عمار. كما راكم تشوفوا هاو سي عمار باش تعرف لنا، هاوليكم كما راكم تشوفوا لهنايا، كثر خيره وبارك الله فيه يعطيه الصحة. ميكرو بورتابل اش بي كما راكم تشوفوا، هذا ان شاء الله باش تزهر القناة تاعكم. القناة دائما قناة هذه صح قناة الجميع، ماشي يعني كلام بارك وخلاص كما يقولوا بعض اليوتيوبر قناة الجميع، هو يدير قناة الجميع بمعنى الكلمة، القناة قناة الجميع. وربي يحفظ السي عمار ويجازيه ان شاء الله، ويجعله في ميزان حسناته، ويبعد عليه اي مكروه ان شاء الله. ايضا الناس اللي تعاون من القناة في الخفاء، يعني ما يحبوش يبينوا رواحهم، يعطيهم الصحة بارك الله فيهم. نذكر من مريف، حماني العيد، عمي احمد الكوتش، خونا خالوخ، خونا الزبير، خونا نسيم وناس المغرب، قدير ومستغانم، قدير ووهرن، ايضا سيد علي، عمي سيد علي، ناس اسبانيا، نساوش عمي عادل اللي راهو غايب، وناس كندا، نساو خونا كريم الهنداوي، الكل كل اللي راهم في القناة بارك الله فيهم ويعطيهم الصحة. ما نساوش الاخوات اللي راهم معنا، البنات اللي راهم دائما معنا في القناة أيضا، ودائما متواجدين وحاضرين كل واحدة باسم هذان، ربي يحفظهم ويعطيهم الصحة. القناة دائما راني نقول قناة الجميع، وصحيح قناة هي قناة الجميع، تكسروا فيها، تضحكوا فيها، نتناقشوا فيها، هذا ما يميز قناتنا على قناة الجميع، سواء القنوات الكبيرة أو القنوات الصغيرة أو الصاعدة، دائما قناتنا دائما تلم الشمل، دائما تجمع، ما كانش فتنة، والحمد لله حتى وتصرى أمور يعني تاع مشاكل ولا تعود مياه إلى مجاريها، والحمد لله وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحة، وإن شاء الله القناة هذه قناتكم وتكبر بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا سي عمار وشكرا للجميع.